تعالوا مع بعض كده بسرعة نعرف ايه الأسباب اللي بتخلي الراجل يعيش أقل من المرأة. اهو نتكلم بوضوح اهو، المرأة ده طبعا الله يرحمه. ده برنس، ده برنس، ده الواحد بيمشي الوقت يطقطق في ظهره وركبه وبتاعنا، لو عملت الحركة دي ممكن انزل زي لوح الإزاز كده يتكسر. ده راجل جامد جدا. ده هيقعد لبكرة يرقص، ده مش هيبطل كده، هيروح لغاية بيتهم وهو بيرقص. يخرب بيت التركيب، لا عجبتني سوبر. العين العين، بص اللي هو ده تلاقيه باع بيعتين اليوم اللي قبليه وخدهم بقى، خد العين صح. بس الراجل بيقول لي هادي يا رب. مصممة، هو ده بقى السبب الرئيسي اللي بيخلي الرجالة تموت. بص يعني هي سايقة، لا أنا أنت هتروح فين؟ أنا هجيبك. المية قطعت عادي هكمل لك، هو ده يعني وفاء الكلب. شفت وفاء؟ لا المية قطعت، لا انا اكمل لك، لازم تكمل غسيل شعرك. يعني يخرب بيت الوفاء يا جدعان. لا تعليق. لا تعليق، أنا ماليش دعوة بالفيديو الأخير ده.